هاي، انا نور نبيل. I study at Badr University of Cairo Biotech Department. انا حابة اتكلم النهاردة عن topic doesn't get the attention it needs رغم اهميته في المجتمع، واللي هو الفورنسيك بايوتكنولوجي. في الاول احنا عايزين نعرف ايه هو الفورنسيك بايوتكنولوجي. باختصار هو دراسة بتتعامل مع الانفستيجيشن اوف جينوميك انفورميشن، علشان كل واحد فينا عنده الجينوم بتاعه مختلف وليه specific signature. طيب what is the goal of the forensic biotechnology؟ الهدف منها investigation of a crime علشان نقدر نحقق the justice أو العدالة by providing crucial information found at the crime scene. زي ما أي حاجة في الدنيا ليها استخدامات كتير، برضو الفورنسيك بايوتكنولوجي ليها استخدامات كتير. زي إن إحنا بنقدر نتتبع أو نجمع evidence from a crime scene زي الهير والسكن والبلود والسيمن سامبل. برضو بنقدر نعمل حاجة اسمها DNA paternity test، ده البني آدم بيعرف مين هم البيولوجيكال بيرنتس بتوعه. زي ما بنقدر نثبت التهم على حد بالفورنسيك بايوتكنولوجي، احنا نقدر برضو نثبت براءته، ودي حاجة بتحصل كتير جدا. بنعمل ايدنتيفاي للضحايا في الماس اكسيدنتس او الحوادث الكتيرة. في ميثودز كتيرة للفورنسيك عشان نعمل ايدنتيفاي للسوسبكت، زي مثلا الكروماتوجرافي، وده تكنيك بنستخدم السامبلز فيها عن طريق السيبريشن، وعندنا سبكتروسكوبي، ده study of absorption والemission of sight، واخيرا ال DNA analysis، ودي اكتر حاجة شائعة واحنا بنعمل genetic sequence. خلينا نتكلم عن استخدامات الفورنسيك ساينس في السكشوال assault cases او حالات الاعتداء. قبل ما نعرف الاول، محتاجين نعرف ايه هو ال DNA وايه هو الجيناتيك ماتيريال. ال DNA هو الجيناتيك ماتيريال اللي فيه الصفات الوراثية بتاعت البني آدم. ودلوقتي ال DNA technology نقدر نأكد the accuracy أو الدقة والعدل في نظام الجناية، بأن احنا نثبت ال suspect ده criminal أو mistakenly accused for the crime. How is the DNA used in sexual assault cases؟ في دلوقتي محققين بيدوروا على ال DNA evidence في الأماكن related للكيس، زي the place where the assault took place. ال DNA evidence مش لازم تبقى موجودة على الأرض، مش لازم تبقى blood أو hair، ممكن من جسم الضحية، زي مثلا تحت الضوافر as the victim tries to escape the criminal. طيب هو دلوقتي في ايه أحدث التقنيات في الفورنسيك فيلد؟ عندنا حاجة اسمها الفورنسيك جيناتيك جينولوجي، ده تكنيك بنستخدمه بيساعد على التعرف على الـ unknown individual. دي بقت highly effective technique that uses DNA analysis to solve the cold cases اللي اتقفلت من زمان وما بقاش فيها أمل، والactive cases. الـ FGG مش بس بتinvolve الـ sexual assault، دي ممكن برضو بتلاقي الـ missing person، الـ homicides، الـ unclaimed bodies والـ military remains. اتشهرت قوي الـ FGG بعد اعتقال the Golden State Serial Killer in April 2018. انتوا متخيلين؟ جوزيف جيمس ديانجلو جونيور is an American serial killer و serial rapist و burglar. عمل 13 عملية قتل، 51 ريب و 120 سرقة، بس في الفترة ما بين 1974 و 1986، وكان former police officer. من أسبوع بالضبط نزل خبر Florida man arrested in 1996 cold case rape and murder of a pregnant mother of two after 26 years. ده Gary Dean Ortman. He was accused of felony murder and criminal sexual conduct including an open murder by the FGG technique. أثبت أنه فعلا عمل الحاجات دي كلها. فشفت قد إيه الفورنسيك بايوتكنولوجي مهمة، وقد إيه هتنفعنا في المجتمع لو حد بس إداها الاهتمام الكافي. دي نهاية الفيديو بتاعي، وأتمنى أنكم استمتعتوا وتعلمتوا حاجات جديدة. شكراً.